المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى نصرة الأخبار المحلية من قناة الشروق. نبدأها كالمعتاد بالعناوين. قرار نقل المواطنين بولاية الخرطوم مجانا بسيارات الحكومة يدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء. مطالبات بالإسراع في تسمية مدير جديد لجامعة القضارف إنفاذا للعام الدراسي. عشرات الملايين من الدولارات التقديرات الأولية لخسائر حريق مشروع يتبع لشركة أبو نعمة بسنار. أهلا بكم. يدخل قرار نقل المواطنين بولاية الخرطوم بسيارات الحكومة حيز التنفيذ غدا الأربعاء، ووجهت اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بحصر السيارات الحكومية المتوفرة للمساهمة في نقل المواطنين، بالإضافة إلى تكوين لجنة للرقابة والمتابعة وتوزيع هذه السيارات للعمل في خطوط المواصلات بولاية الخرطوم. وأوضح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية أن اللجنة اجتمعت بقيادات الخدمة المدنية في إطار تنفيذ قرار وضع السيارات الحكومية التابعة للوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة وضعها في خدمة المواطنين. ويأتي القرار بهدف حل أزمة المواصلات الخانقة التي تعيشها الخرطوم. وترأس وزير الحكم الاتحادي دكتور يوسف آدم الضي ترأس الاجتماع المشترك للجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد مع وكلاء الوزارات وقيادات الخدمة المدنية القومية. طالبت مبادرة طلاب جامعة القضارف وزيرة التعليم العالي بالمسارعة في تسمية مدير للجامعة في عقاب اعتذار المدير الذي تم تكليفه ضمن قرارات الوزيرة الأخيرة. وقال المتحدث باسم المبادرة إنهم يعانون ظرفا أكاديميا خاصا يجعل من المهم مساواتهم برصفائهم في الجامعات الأخرى التي استأنفت الدراسة وانتظم طلابها، وأشار إلى تعطل الحياة الجامعية تماما مما يتسبب في أضرار قد تصل درجة التجميد الأكاديمي، وعبر عن استعدادهم للعمل بروح الثورة من أجل إسناد المدير المرتقب حتى يتمكن من إحداث التغيير المنتظر على مستوى العمادات والإدارات. احنا كنا بنناشد الوزيره انها تسرع في تعيين مدير عشان ما حيكون في استئناف للدراسه ما لم يكون في استقرار اكاديمي، ودي هي الحاجات اللي بتجيب لنا الاستقرار الاكاديمي. فنحن في انتظار تعيين مدير لجامعه القضارف باسرع فرصه ممكنه، عشان نحن كمبادره طلاب جامعه القضارف بالتعاون مع المدير الجديد نعمل بروح مشتركه وبروح متناغمه ونقدر نحقق ونواصل اهداف الثوره السودانيه وتطلع القرارات. بعد ذلك نحن نتعامل كمبادره مع المدير بروح مرنه، مع المدير الجديد بروح مرنه جدا جدا. بحث وذو منظمة الصحة العالمية مع والي شرق دارفور الجهود الجارية لمحاربة الناقلات والحميات بالولاية، وعقد والي شرق دارفور المزمل أبو بكر اجتماعا مع وفد المنظمة عن كيفية وضع خارطة صحية للمحليات والجهود الجارية لمحاربة الناقلات والحميات بالولاية. وناشد الوالي خلال اللقاء بضرورة توفير كوادر طبية، مؤكدا أن الحل الأمثل لندرة الأطباء هو السماح للطبيبات بالعمل في الولاية في فترة الخدمة الوطنية بجانب تسهيل إجراءات التخصص. التحدي اللي بيبقى قدامنا النقص الحاد في الأطباء، وأنا في تقديري أن النقص ده ما بيتعالج إلا أنه يسمح للأنصر النسائي في الخدمة الوطنية وغيرها أنه يجوا الولايات، لأنه العدد بتاع العنصر الأولاد بيجا محدود حقيقة، وطلب عليهم عالي في السفر للخارج وغيره. نحن قدر ما نرفع من الامتيازات والحوافز بنلقى العدد ناقص. من جهته قال ممثل منظمة الصحة عبد العزيز جابر إن الجهود يجب أن تتضافر لمحاربة الناقلات بالولاية. الاجتماع شدد على تحريك كل موارد الولاية من أجل مكافحة نواقل هذه الأمراض ومن أجل توعية المجتمع المحلي. كذلك أكد السيد الوالي دعمه للنظام الصحي المحلي في الولاية، وتم الاتفاق على تكوين إدارات للشؤون الصحية بكافة محليات الولاية المختلفة حسب الكوادر المحلية الموجودة، من ثم دعمها في الفترة القادمة والتزامنا كمنظمة بتدريب هذه الكوادر. قالت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان إنها خصصت منحة قدرها 10 مليون يورو لتمويل مشروعات التعليم بولايتي جنوب كردفان ودارفور. وأكد مسؤول التعليم ببعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان إيفان بيرتو دعمهم المستمر لجهود تطوير التعليم بجنوب كردفان،
وأشار بيرتو عقب الاجتماع المشترك مع الحكومة والشركاء إلى أن زيارتهم لجنوب كردفان جاءت لمتابعة مستوى تنفيذ مشروع تحسين جودة التعليم بمحليتي أبو جبيهة والليري، بجانب الوقوف على الاحتياجات الأساسية للتعليم في المرحلة المقبلة. الغرض الأول متابعة جودة التعليم في ولاية جنوب كردفان ومتابعة المشروعات التي قاموا بتنفيذها في محليتي أبو جبيهة والليري، وفي نفس اللحظة دارين يشوفوا معانا خطتنا للمزيد من المشروعات التي تتعلق بجودة التعليم في المحليتين، إضافة إلى أن هذا المشروع هيمتد إلى نهاية نوفمبر 2020. من جانبه قال مسؤول التعليم ببعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان إيفان بيرتو إن منحة الاتحاد الأوروبي جاءت لتعزيز فرص التعليم بولايتي جنوب كردفان ودارفور بالتركيز على التعليم الأساسي في عدد من الأنشطة في مجال تحسين البيئة المدرسية بمدارس الولاية. زيارتهم الغرض منا تقييم تنفيذ المشروع في الفترة السابقة من 2017 إلى 2020، وعايزين برضو يبشروا الولاية بالمشاريع أو الدعم المستقبلي. الذكر قبل قليل 10 مليون يورو مقسمة على ولاية جنوب دارفور وجنوب كردفان دعما للتعليم في جنوب كردفان وبصورة خاصة التعليم الأساسي. قدرت خسائر حريق طال مقر مشروع يتبع لشركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي المحدودة بعشرات الملايين من الدولارات، وأضرم مواطنون بقرية غنوفا بولاية سنار النار في آليات ومعدات ومقر مشروع يتبع لشركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي المحدودة، على خلفية قدوم وفد من سلطات الولاية برفقة قوة نظامية لفتح مقر المشروع المغلق بسبب احتجاجات المواطنين على زراعة القطن المحور. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة معاوية البرير في تصريحات صحفية لصحيفة السودان الصادرة اليوم الثلاثاء إن الجنات الذين قاموا بالحريق معروفون. أكد مجلس الكنائس في السودان على أهمية التدريب في تطوير قدرات الشباب وتقوية تماسكهم الاجتماعي. وقال الأمين العام لمجلس الكنائس السوداني ويليام دانغ خلال ورشة تدريبية للقيادات الدينية الشبابية في إطار برنامج تقوية التماسك الاجتماعي، قال إن الورشة تستهدف تدريب الشباب على التماسك الاجتماعي مثمنا رعاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للورشة. وقال ويليام إن البرنامج يعزز قدرة التخلص من كل المشاكل الجانبية الناتجة عن الخطاب الديني، داعيا إلى أهمية مواكبة المتغيرات الجديدة لإحداث نقلة جديدة في المجتمع. حقيقة إنه نقوم بنقلة جديدة في حياة بتاعت المسيحيين والمسلمين في السودان. إحنا ليس لدينا مشاكل كثيرة، إحنا بنزور بعض، بنعيش بعض، بنزور حتى المآتم اللي بتتم في أحياء بنكون قاعدين مع بعض. في الكريسماس بنزور مع بعض، في أعياد الأضحى المبارك وعيد رمضان الكريم كلنا بنعيش مع بعض. لذلك السودانيين معافين كلهم من كل مشاكل، ولكن هناك أناس ليس برضا عن السودان وهم بحاول يكيلوا علينا مكيالين باسم الدين. هذا ما نريد أن ننظفه في بلدنا. النشرة المحلية متواصلة معكم من قناة الشروق، وفيها بعد قليل اتجاه لتخصيص 1% من عائدات التعدين لمناطق الإنتاج. أهلا بكم مجددا في النشرة المحلية بعد الفاصل. كشفت وزارة الطاقة والتعدين عن اتجاه لتخصيص نسبة 1% من عائدات إنتاج شركات التعدين لصالح المجتمعات المحلية المحيطة والتي يقع فيها امتياز شركات التعدين بالولاية، وذلك للإسهام في المشروعات التنموية والخدمية بالمناطق المعنية.
وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم إن وزارته ستقوم بتخصيص هذه النسبة لصالح المجتمعات المحيطة بمناطق الإنتاج للمساهمة في المشروعات الصحية والتعليمية وإصحاح البيئة، لافتا إلى أن التنفيذ سيبدأ بولاية جنوب كردفان لتكون أنموذجا لبقية الولايات خاصة في محلية تلودي. وجه والي ولاية الخرطوم أحمد عبدون حماد وزارة التخطيط العمراني بتوفير 6000 قطعة سكنية خلال 3 أسابيع لصندوق الإسكان والتعمير للبدء في تنفيذ السكن الشعبي للمستحقين القدامى والذين صادق الوالي لهم مؤخرا بإسكان شعبي. جاء ذلك خلال اجتماعه بقيادات وزارة التخطيط العمراني بحضور عدد من الجهات المختصة، وأمن الاجتماع على النظر في إنشاء المرافق الخدمية بمشروعات الإسكان الجديدة من خلال اجتماع يضم وزارات المالية والصحة والتربية والتعليم والبنى التحتية. حقق نظام المحميات الرعوية الذي ابتدعه مشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة نجاحا كبيرا في وضع حل لمشكلة النزاعات التي تحدث بين الرعاة المقامين بل المقيمين والوافدين إلى البطانة، والتي تعاظمت نسبة الخلل الذي اعترى نظام الإدارة الأهلية مما تسبب في العديد من المشاكل، غير أن القيمة الاقتصادية التي أضافها نظام المحميات الرعوية تعد جواز عبور لمنطقة تستقبل سنويا قرابة 8 مليون رأس من الثروة الحيوانية. يعاني سهل البطانة من شح كبير في الموارد الطبيعية جعلت الحاجة ملحة لتدخلات عاجلة خاصة في توفير المرعى الطبيعي نسبة لثراء السهل بالثروة الحيوانية. مشروع المحميات الرعوية واحد من الحلول التي ابتدعها مشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة وطورها المجتمع، فوفرت المرعى واختصرت على الرعاة مشقة الترحال والتنقل. بننزح والنزوح ذاته بيؤدي لعطل اقتصاد السعية وعدم الزيادة. حسي الآن بعد ما وجدنا المحميات ووجدنا الخدمات المتوفرة من إفاد مشروع إفاد، الحمد لله نسبة البهائم بلغت أو تبلغ أكثر من 80%. المحمية من 14 نحن وسعناها ل 28,000 فدان، وكان القش عندنا كان نوع واحد هو التفة. الحمد لله بواسطة المشروع بالمقاسات المترية وبواسطة اللب وجدنا 17 صنف من القش. وتقول إدارة المشروع إن اختلال نظام الإدارة الأهلية كان سببا في هذا التردي للمراعي وخلق جوا مشحونا أدى في مرات عديدة للاقتتال بين الرعاة المقيمين والعابرين. لكن بعد ما تم تغليظ دور الإدارة الأهلية اختلط الحابل بالنابل، أعني أنه بقى ما في فرق بين المرعى الخاص والمرعى العام، وبالتالي تدهورت المراعي في منطقة البطانة بصورة عامة. ونحن عندنا جهود كبيرة عشان نعيد المرعى الخاص بالذات. المرعى العام ده ما هو للشيوع لكل الناس اللي بيجوا، لكن بيتركوا أهلنا في البطانة من غير مرعى ومن غير كلى في الفترة بتاعت الصيف، وبالتالي لابد من تدخل مشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة في هذا الإطار لمعالجة قضية توفير الأعلاف في الفترة بتاعت الصيف. حسب قانون حرم القرية بننشئ محميات رعوية مجتمعية، المجتمع بتقوم بحماية المحمية ونصر البذور فيها بالإضافة إلى مساهمة في حصاد المياه، ويبنى أن هذه التجربة يمكن أن يساهم في حل قضية الأعلاف لسكان المنطقة المقيمين في البطانة. ويقول مختصون بأن نظام المحميات الرعوية قد ساهم في تنوع نباتات المرعى مما انعكس إيجابا على صحة الحيوان وانتاجيته من اللحوم والألبان. الاهتمام الكبير بالمحميات الرعوية وتنوع النباتات فيها يدينا توفر للمراعي، بيساهم لي في سد الفجوة الغذائية للحيوانات في الفترة تحت الصيف. توفر العلف الأخضر بيغيها من كمية كثيرة من الأمراض، بيساهم في تقليل أمراض سوء التغذية، بيساهم لي في توفر عدد كبير من الفيتامينات. أكثر من 16 نوعا من النباتات الرعوية وفرها نظام المحميات، أضف إلى ذلك استقرار الرعاة وتقليل المخاطر ونزع فتيل النزاعات بين الرعاة المحليين والوافدين. محمد الفاتح الشروق، ولاية القضارب. في ختام النشرة المحلية من قناة الشروق إليكم تذكيرا بالعناوين:
قرار نقل المواطنين بولاية الخرطوم مجانا بسيارات الحكومة يدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء. مطالبات بالإسراع في تسمية مدير جديد لجامعة القضارف إنفاذا للعام الدراسي. عشرات الملايين من الدولارات التقديرات الأولية لخسائر حريق مشروع يتبع لشركة أبو نعامة بسنار. نهاية النصرة. لمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الشروق.net. إلى اللقاء.